وسط الأخبار من قناة جلتزات، أهلا بكم. بداية، تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي أجره أمس مع ممثلي الصحافة الوطنية إلى مختلف القضايا المحلية والدولية. وخلال اللقاء أكد رئيس الجمهورية أن مبادرة لم الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية. رانا فيها، رانا تقريبا من منذ سنة ما، وحنا نحاول باش حتى الجزائريين اللي كانوا مغلطين هم يرجعوا للوطن الأم ويرجعوا كذا. يعني قرارات العفو التي في القرارات الأخيرة أكثر من 14,000. صحيح، يعني البعض اللي حاولوا يأسوا لطابور خامس لحاجة في نفس يعقوب ما نجحوش، لأن الصراحة لنا نتصارحوا مع الشعب اليوم، والشعب هو وجد الضالة نتاعو في مسؤولين نتاعو، ويعبر، عنده حرية التعبير وعنده كذا. عندنا مثلا بالنسبة للشيء اللي انتج على المأساة الوطنية، صحيح، هذاك كنت نسألك عليه سيادة الرئيس، فيه ما يقال قررتم مشروع قانون، لان ويفوت على البرلمان، اكيد يفوت على البرلمان. ما بغيش ناخذوه انا مرسوم رئاسي، لان لازم ممثلين الشعب، وبالاخص ان اليوم برلمان لا غبار عليه، ممثل شعب حقيقي. كما كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن اهتمام الدولة الجزائرية بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية بريكس التي تضم الدول الأسرع نموا في العالم. مدى أهمية مجموعة بريكس وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري في حال انضمامها في تقرير للزميل حسين ديدي. أبدت الجزائر اهتمامها بالانضمام لمجموعة بريكس الاقتصادية التي تضم الدول الأسرع نموا في العالم. الاهتمام كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، متحدثا عن حظوظ الجزائر للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية. هو البريكس، باش تكون البريكس فيه يعني لازم شروط اقتصادية وشروط كذا، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للجزائر. يهمنا البريكس يا رئيس؟ يهم البريكس، يعني قوة اقتصادية وقوة سياسية. يهمنا البريكس اولا باش نبعث ساعد على الجاذبيه نتاع القطبين اولا، وثانيا احنا كدوله رائده في عدم الانحياز، هذا هو الاتجاه نتاعنا ان شاء الله. المجموعه الاقتصاديه تضم 5 دول اسرع نموا في العالم بناتج محلي يصل الى 24.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل 25% من اجمالي الناتج العالمي. التعريف تاع البريكس، طبعا هي لما نحكي على البريكس نحكي على البرازيل، نحكي طبعا روسيا، نحكي الهند، ونحكي كذلك بالنسبة للصين كذلك. هذا البريك، ثم طبعا بعدها ولت البريكس بإضافة طبعا ساوث أفريقيا اللي هي جنوب أفريقيا. الهدف طبعا من هذا النظام بكل صراحة نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي، لأنه الهدف منه من الخروج دائما من هذه القطبية اللي كانت موجودة في المراحل السابقة، من العولمة طبعا المتوحشة اللي كانت موجودة، إلى أخلقت المنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبحسب الخبراء والمختصين، فإن انضمام الجزائر إلى المجموعة الاقتصادية سيعود عليها بالإيجاب، كما أنها ستفيد بريكس أيضا. الجزائر ومعروفة بمواقفها، معروفة بتقاربها طبعا مع كل شركاء، تريد أخذ نفس الفكرة اللي كانت موجودة في دول عدم الانحياز في المراحل السابقة، ولكن بطريقة جديدة. معناتها الهدف هو اجتماعي، مالي، اقتصادي وسياسي. تريد متنفس بالنسبة للمنتجين وبالنسبة للصناعيين وبالنسبة لعملية الشراكة وبالنسبة لعملية التبادل وبالنسبة لإيجاد خريطة اقتصادية مالية في المراحل القادمة. نظن الجزائر لديها كل الإمكانيات المالية والمادية والسياسية والاقتصادية وكل الأمور لأن تكون دور مهم في هذا الخريطة. في وقت سابق كانت قد أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس عن قرب انضمام دول جديدة إلى المجموعة، فهل ستكون الجزائر إحدى هذه الدول؟
اقتصاديا دائما أبرز رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي أكرم زيدي عمق العلاقات الجزائرية الإيطالية ومدى أهمية التقارب الاقتصادي بين البلدين على المدى المتوسط والبعيد، معتبرا الجزائر مناخ مناسب للاستثمارات الإيطالية في عديد القطاعات على غرار الفلاحة والصناعات التحويلية. التصريحات في ميكروفون الزميل حسين ديدي. هناك تقارب جزائري إيطالي خاصة في المجال الاقتصادي، وهذا للعلاقات التاريخية مع إيطاليا، وبحكم أن إيطاليا تعتبر بلد رائد خاصة في المجال الاقتصادي. أولا لما نتحدث عن اليوم فيما يخص المجال الاقتصادي، وزيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر تزامنت والمصادقة على قانون الاستثمار الجديد الذي هو حقيقة قانون محفز للمستثمر المحلي وكذلك محفز للمستثمر الأجنبي. إذن استقطاب المستثمر الأجنبي خاصة المستثمرين الإيطاليين للاستثمار هنا في الجزائر سيعود بالنفع والدفع بالاقتصاد الوطني وكذلك إنعاش الاقتصاد الوطني. لما نتحدث كذلك عن التجربة الإيطالية والاستفادة منها من طرف المستثمرين المحليين، هنا يجب أن يكون هناك شراكة كذلك من بين المستثمر المحلي الجزائري والمستثمر الأجنبي خاصة الإيطالي لكي يكون هناك علاقة عمل، علاقة اقتصادية مبنية على شراكة رابح. القطاعات المعنية بالأكيد أنه قطاع الصناعات الغذائية كذلك قطاع المكننة خاصة في القطاع الفلاحي، لأنه دولة إيطاليا هي دولة رائدة في المكننة الزراعية، واليوم الزراعة الحديثة التي يجب أن ننتهجها في الجزائر يجب أن تكون مبنية على المكننة بعيدا عن الفلاحة التقليدية. اليوم يجب أن تكون هناك فلاحة حديثة. كذلك مجال المؤسسات المصغرة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الناشئة هي تجربة رائدة في إيطاليا. تربويا، من المنتظر أن يتم بعد غد الأربعاء الإعلان عن نتائج التوجيه الخاصة بالطلبة الجدد على أن يتم تقديم طعون على مستوى الخط بعد 3 أيام من الإعلان، فيما تنطلق فترة التسجيلات النهائية في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 سبتمبر القادم. تربويا، دائما أشرف الأمين العام لوزارة العدل رفقة المدير العام لإدارة السجون أسعد زرب بمؤسسة إعادة التربية وتأهيل القليعة على حفل تكريم المحبوسين المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وكذا المتفوقين في مجال التكوين المهني للموسم الحالي، وتم من خلال هذا الحفل تكريم المحبوسين المتفوقين بجوائز رمزية تشجيعا لهم على المجهودات التي بذلوها والمثابرة التي أظهروها في اتخاذ منهج العلم والمعرفة للاندماج الفعلي في المجتمع. وجاء هذا الحفل لتثمين المجهودات المبذولة طوال السنة من طرف المحبوسين وموظفي المؤسسات العقبية. في سياق آخر، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن استحداث أسواق الرحمة عبر كافة ولايات الوطن تحسبا لدخول المدرسي المقبل وبيع الأدوات المدرسية. وزير التجارة وخلال ترأسه لاجتماع تنسيقي بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومديرية التجارة الجهويين والولائيين عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد، أكد على ضرورة مرافقة تجار الجملة والتجزئة للأدوات المدرسية من أجل تحضير للدخول المدرسي لسنة الدراسية 2022-2023. كما شدد وزير التجارة على استحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان توفير هذه المادة للمواطنة وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الدخول. في خبر آخر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الاثنين عن قيمة نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1443، حيث حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصاب زكاة المال ب 81 مليون سنتيم. وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فإن أصل النصاب هو 20 دينارا ذهبا وهو ما يعادل 85 غرام. وقد حددت الوكالة الوطنية للتحويل
وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة أجنيور ثمن الغرام الواحد من الذهب عيار 18 قيراط ب 9600 دينار. كما أوضحت وزارة الشؤون الدينية أنه يجب إخراج ربع العشر ما يعادل 2.5% من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول من النقود أو العروض التجارية. في ملف النقل أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أن الجزائريين ليسوا بحاجة إلى إجراء تحليل PCR عند الدخول إلى فرنسا. وأضافت الجوية الجزائرية في تغريدة لها على تويتر أن رفع القيود الصحية سيدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الاثنين الفاتح من أوتا، غير أنه سيتم الإبقاء على ارتداء الكمامة في المطارات والطائرات. ثقافيا، تتواصل السهرات الفنية في مهرجان تيمغادا الثقافي الدولي في طبعته 42 في سهرته 3 والتي عرفت حضور عدد من الفنانين لأحياء مختلف الطبوع الجزائرية في تنويع موسيقي ألهب من خلاله المغنين جمهور مسرح تيمغادا. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إدريس حدوش وتغطية محمد أمين صالحي، نتابع. هنا مسرح تيمغاد، حيث تستمر السهرات الفنية في مهرجان تيمغاد الثقافي الدولي في طبعته 42 بحضور باقة من الفنانين الجزائريين المتنوعين بتنوع طبوع الموسيقى الجزائرية في كوكتيل من الأغاني الجزائرية ألهب من خلالها الفنانون جمهور مهرجان تيمغاد في سهرته 3. الجمهور الحاضر استمتع باللوحات الغنائية المقدمة من طرف الفنانين لكل من جليل باليرمو، ديدين كلاش، بلال الصغير ومسك الختام مع فرقة تيكو باوين في جو يعكس اختلاف الثقافة الجزائرية. هكذا إذن كانت أجواء السهرة الثالثة من مهرجان تيمغاد الدولي في انتظار حفل الاختتام ومفاجآت نهاية طبعة هذا العام. ثقافيا دائما يحتضن قصر أساء البحر فعاليات الطبعة الخامسة للمهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائرية الذي حملت شعار أزياء صامدة لأجيال خالدة. المهرجان كان فرصة للوقوف على العديد من الألبسة والأدوات التقليدية، الحلي والإكسسوارات وحتى التعريف بالشخصيات التي صنعت التاريخ الجزائري. جولة في المهرجان في سياق تقرير تالي، نتابع. تحت شعار أزياء صامدة لأجيال خالدة تستمر فعاليات المهرجان الوطني للزي التقليدي الذي حمل توليفة بطابع خاص بين الثقافة والفعل العلمي لمنح معالم الهوية الثقافية الجزائرية صبغة علمية تحصنها من شوائب التداعيات المغرضة. والله صافي بليزير كنشوف معارض كما هذه، أنا راني جيت مشارك في هذا المعرض، خاصنا بزاف نزيدو ونديرو هذه باش نعرفوا باللباس تاعنا وما نفرطوش فيه باش ما يقولوش الناس يستغلوا هذا الفراغ ويدونا اللباس تاعنا. نتمنى ان شاء الله تكون هذه المعارض ماشي غير مره برك تتعمم على السنه كامله ماشي غير نهار واحد. فريمون فورميدابل واش كاين هنا، سي لي توني تراديسيونيل تاع اللي كانوا يلبسوهم كيما الامير عبد القادر، فاطمه منصور، توسكي كابيل شاوي بلوس التروك هنا توسكي تراديسيونيل. المعرض الذي صادف الاحتفال بستينية الاستقلال كان حريصاً على التعريف باللباس الجزائري بكل طبوعه، خاصة وأنه تحول خلال فترة الاحتلال أداة للتعبير عن مقاومته للمستعمر الغاشم على غرار برنوس الأمير عبد القادر. المعرض مهم جداً لأنه يسلط الضوء على بعض الألبسة الجزائرية التقليدية التي
كان يلبسها الرجل والمرأة والتي ساهمت في استعمالها في حتى في الثورة التحريرية الكبرى. نلاحظ أنه المعرض يتزامن مع الاحتفال بذكرى مرور 60 سنة على استقلال الجزائر. ما يميز المعرض أيضا ما لاحظناه أنه فيه لمحات حول البرنوس مثلا أو الخيدوسة. مثلا نجد برنوس الأمير عبد القادر باللون الأحمر ومزركش باللون الذهبي. يعني هذا معروف أنه الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية. من جهتهم المشاركون في المعرض ثمنوا مثل هذه المبادرات التي وقفت على العديد من الألبسة والأدوات التقليدية التي تنوعت في الشكل واجتمعت في الجمال. احنا هنا رانا حاضرين كبواني حاضرة كحرفية. جي في الاكسبوزيسيون دو كادر اللي مثلوا اللباس التقليدي فيما يخص برنوس والحايك للمرأة الجزائرية. احنا هذا المهرجان هذا زاد لنا إضافة إلى ذلك كاين مشاركة تقريبا 30 ولاية ولا ما رانيش غلطة. كاين عندنا تاني ضيف الشرف في المهرجان اللي هي الخيمة تاع ولاد نايل. ليس للجزائريين فقط، المعرض كان فرصة حتى للسياح الأجانب في التعرف على اللباس الجزائري الأصيل. Voilà, donc j'habite à Paris, je suis en vacances ici sur Alger. Il y avait une amie, elle m'a dit qu'il y a une exposition تاع les anciens, تاع les affaires تاع العرايس وتاع البرنوس tout ça. Donc ça me vraiment c'est trop beau, c'est la première fois que je visite ce site enfin ce المعرض كما يقولوا هنايا. ومن منطلقي أنها أحد أهم روافد الهوية ومرآة عاكسة للبنة الفكرية والتاريخية للمجتمع الجزائري، تبقى مثل هذه المناسبات دعما وتعزيزا لملف تصنيف الألبسة التقليدية في منظمة اليونسكو. إلى هنا مشاهدينا نصل وياكم إلى طي أوراق النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. في أمان الله.